good morning junior 5، ازيكم عاملين ايه؟ انا مبسوطه النهارده ان شاء الله عايزه اكمل معاكم ماده الساينس السنه دي. احنا خلاص اخدنا منهج جديد من السنه اللي فاتت من جونيور 4، عرفنا بيكون ازاي. احنا عندنا السنه دي هيكمل نفس المنهج، بس هيبقى فيهم خفيف شويه، بس نفس المنهج. يعني مثلا فيرست ترم برضو عباره عن تو ثيمز، ثيم نمبر 1 اسمه سيستمز، والسيم ده برضه هتكلمي عن ليفينج سيلز، ده نفس السيم اللي هتفتكره بتاع جونيور 4، بس هاخد فيه بقى موضوع اكتر عن ليفينج سيلز. سيم نمبر 2 اسمه باتر اند انرجي، والسيم ده هتكلمي عن نون ليفينج سيلز، ده نفس السيم بتاع جونيور 4، وهاخد موضوع اكتر في النون ليفينج سيلز، هعرف عنها حاجات اكتر. واحنا اتفقنا ان كل سيم بيتكلمي عن سبيسيفيك سبجكتس. يعني مثلا سيم نمبر 1 اللي هو systems عبارة عن unit 1 اسمها interactions of organisms، يبقى السين ده او unit ده هيكلمني عن organisms. لو تفتكروا في ال junior 4 احنا خدنا ال organisms، خدنا منها مثلا animals، اتكلمنا في موضوعات كتير عن ال animals. السنة دي ان شاء الله هنتكلم عن ال plants، هعرف بقى ال plants ده بيكبر ازاي او بيعيش ازاي، وازاي ممكن ازرع plants، وايه أهمية البلانت ده اصلا بيعمل لي ايه. كل الحاجات دي هعرفها ان كونسبت نمبر 1 اللي هو اسمه بلانت ميت. تاني حاجة عايزة اعرف كمان الاورجانيزم دول بيعيشوا في ايكوسيستم معينة، واحنا تعرفنا الايكوسيستم دي بيكون فيها الانرجي. طب الانرجي دي بتيجي منين، والانرجي دي بتنقل ازاي بين الاورجانيزم؟ الحاجات دي هنعرفها في concept number 2 اللي هو energy flow ecosystem. طيب هتكلم بقى برضه عن كمان ال energy دي عبارة عن ال organism اللي بيعيشوا في ال ecosystem ساعات بياكلوا بعضهم. طب لما بياكلوا بعضهم ال energy هيحصل لها ايه؟ هتنقل منين لفين؟ الحاجات دي هعرفها من concept number 3 اللي هو اسمه changes in food web. نيجي بقى لسين 2 اللي هو matter and energy. السين ده عبارة عن unit، اليونت بتاعتي اسمها particles in motion، بس السين ده او اليونت ده هيكلمني عن non living cells اللي هي ال matter او ال particles. اوكي، هاخد اول موضوع مثلا هتكلم فيه ان ال non living cells دي عبارة عن matter. طب ال matter دي موجودة فين؟ طيب المتر دي ايه اللي بيزودها وايه اللي بيقللها؟ الحاجات دي هعرفها in concept number 1 اللي هو اسمه matter in the world around us. بعدين هعرف كمان المتر دي ازاي بيقيسها، ازاي بوصفها. المتر دي بتكون مثلا جامدة، وبتكون المتر دي بتكون خفيفة شوية زي المية سايلة. الحاجات دي هعرفها in concept number 2 اللي هو اسمه describing and measuring matter. كمان حرب المثل دي بتكون حالتها عاملة ازاي، وازاي بتتحول من حالة لحالة تانية. الحاجات دي هعرفها عن كونسبت نمبر 3 اللي هو اسمه comparing changes matter. ده المنهج بتاعي first term، واضح طبعا المنهج ده هيكون خفيف شوية عن junior 4. احنا في junior 4 عندنا مثلا 4 concepts او اربع مواضيع كمان فيها. السنة دي عندي بس 3 concepts، وعندي بس 3 مواضيع هتكلم فيها بالنسبة living organisms او non living things. ان شاء الله هيكون منهج ده خفيف شوية عليكم وهتحبوه جدا. انا بس مش هبدأ ابدأ معاكم المنهج من اول مرة كده. الفيديو ده الفيديو الجاي ان شاء الله هبتدي معاكم المنهج بتاعي، وهبتدي اليونت بتاعتي هبتدي فيها في الكونسبت 1. لكن الفيديو ده انا حبيت بس اعرفكم المنهج بتاعي هيكون ماشي ازاي، وان شاء الله الفيديو الجاي هخش في المنهج اللي هو هيكون ان شاء الله خفيف، وهيكون هتربطوه ببعض، وهيكون سهل عليكم اكثر من جوني 4. Goodbye.